الناصرية وأهالي الناصرية يعانون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية. مثل ما تعرفون احنا راح نستقبل شهر الخير، شهر رمضان، ما بقى شيء، أيام معدودة وراح يحل هذا الشهر. بعض التجار لهم أسباب غير منطقية بارتفاع الأسعار. أهالي مدينة الناصرية عندهم معاناة وشكاوي طرحوها لكاميرا أهل المدينة، كاميرتنا كانت هناك وأعدتنا هذا التقرير. والله الاسعار يعني متفاوته، قسم صاعد قسم نازل، ماده صاعده ماده نازله، ويعني شبه زينه شوي يعني. والله هذا يعتقد جشع التجار، جشع التجار يعني جاي يصعدون سلعه، بالعكس احنا يعني لازم السلعه تنزل بشهر رمضان، زين احنا بشهر رمضان جاي يصعدون السلعه، شنو السبب ما ادري. كل اسعار يعني نفسيه، هسه عندنا التركيه وعندنا الايرانيه وعندنا الكويتيه وعندنا كلها نفس الاسعار يعني موجوده. هسه اكو مواد جاي تدخل ومزل. المواد احنا عندنا خازنين يعني بالمحلاتنا مخزونه يعني. لا هسه الوقت الحالي جايه قاعده تجينا على طريق ايران وطريق الكويت، قاعده تجي مواد اعتياديه يعني. طريق ما عندنا يعني اي اشكالات به. شو الاسعار هذا؟ الاسعار بها ارتفاع يعني بعض الشيء. شنو سبب هذا الارتفاع؟ سبب يعود الى سببين، يعني اول سبب مناسبه اقبال شهر رمضان فيصير اقبال الناس اكثر من اللازم، والسبب الثاني هسه بسبب الاوضاع الامنيه وسوء الطريق يعني، واكثر البضاعه هي تركيا تجي من طريق الشمال، فالبضاعه وسيارات يعني كراوه صعدت هوايه. يعني كروش ان نجيب السياره من الشمال مثلا 1,450,000 هسه 3,300,000، فهاي تنضاف على البضاعه يعني. انا اخذت مواد قبل رمضان ولقيتها يعني ما مو فد مره يعني مرتفعه زينه يعني، اي بالرغم يعني مواد غذائيه انا لحد الان ما ماخذ يعني بالنسبه للطحين او يعني المواد الاخرى، بس ارتفعت قبل ايام يقولون يعني، ولا انا ما ادري السبب يعني، قلق يعني عد الناس يعني. والله اسعار غاليه بيها غلا شويه يعني، كان السلعه هم 2000 سوها 3، خاصه واحنا متوجهين ان شاء الله على شهر رمضان، دائما يحتكرون شغله يضمونها وبعد يومين ثلاثه قالوا لك هذا سعرها، ليش يابا؟ قالوا هاي مخاطر وطريق وسلعه قوه توصل لنا دائما بشهر رمضان. ها مثل الزيت، هسه الزيت وصل تعدل 40 كرتون، التمن العدس هاي الفاصوليا انسب شيء للمواطن، هاي هم شويه سعرها، هو هاي يقدر بس الفقير عليها يقدر، والله لا مثل يوصل هاي الشغلات مثل اللحم وغيرها ما يقدر، هاي الفقير الكلش تعبان، واحنا نتمنى ان شاء الله من الدوله ونتمنى من اذا جهه شويه مثل لجنة رقابة هاي تفتر عليهم شوية على مود الأسعار هاي، لأن ما يتأذى بها غير الفقير. موضوع ارتفاع أسعار المواد الغذائية مو جديد علينا قبل شهر رمضان، بعكس العالم احنا للأسف يعني، العالم خاصة العالم يعني للأسف، حتى احنا هذه مشكلة في العالم الإسلامي انه ترتفع الأسعار، المفروض انه هو شهر الخير ناس تستغله، بس للأسف احنا عندنا خاصة يعني للأسف بالعراق لأن ماكو مراقبة، فهو يستغل بأبشع استغلال حتى نزيد احنا قهر وضيم على المواطن العراقي. فاذكر هناك لجان، هناك مراقبة مثل ما ادعوا يعني. احنا هسه عندنا شغلتين مهمة، هي موضوع يعني الارتباك الوضع الأمني، وأيضا موضوع ارتفاع أسعار المواد الغذائية.